طيب مش هيقبل دي، بس هيتقال دي في ساحة الاستاد ودول اداريين حتى وان كانوا في اي بي، لكن اداريين مش لعيبة. ايه رأيكم بقى في لعيبة هتلعب المباراة وليلة المباراة وهم في الفندق، ازاي يناموا؟ ازاي نسيبهم يناموا ويرتاحوا؟ ده احنا هنلعبهم بكرة، فتشتغل الالعاب النارية حوالين فندق الاقامة، واللقطات اللي واخدينها كلها طبيعية. اتفضلوا. أين حمرة الخجل يا بتوع الفساد، يا اللي بتقاوموا الفساد، يا بتوع الفير بلاي، يا اتحاد يا دولي، يا كاف، يا اتحاد يا مصري، يا منصفين؟ ما نبهناش هنا في البرنامج يوم ما استضفنا الكابتن علاء ميهوب ومهر همام، ما قلتلكش بييجوا يعملوا ألعاب نارية ويصحوا اللعيبة؟ وما أظنش أنا في يعني في محاولة أن أنا بنبه يمكن حد يختشى على دمه، وما أظنش أن الاتحاد المغربي هيلجأ لهذه الحيلة. إيه مناسبتها؟ إيه مناسبتها الألعاب النارية حوالين فندق النادي الأهلي؟ نشوف تاني كمان. كيف تستمتعوا بفوز نتيجة هذه الأفعال؟ كرة القدم جعلت من أجل هذا؟ والله العظيم ثلاثة هذه وصمة، والله تنتقص من أول من أي فوز. والله ما احنا ضد الهزيمة، ما احناش كبار على الهزيمة. ما النادي الأهلي مش محصن ضد أي نتائج، ولكن بالأسلوب ده وهذا التردي الغير رياضي، هل هذا مقبول؟ خارج الملعب وداخل الملعب وليلة المباراة وحوالين الملعب ومع أي مستويات، يا بتاع القضاء على الفساد في الاتحاد الإفريقي. ده بقى له كلام مهم جدا.